السلام عليكم طلاب الصف الخامس، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. شرحنا سابقا الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وضحنا الفرق أيضا بين هذه الجمل، وقلنا أن الجملة الإسمية هي كل جملة تبدأ باسم، أما الجملة الفعلية فهي كل جملة تبدأ بفعل. في الفيديو السابق بالأمس أخذنا التمرين الأول، واليوم سوف نكمل التمرين الثاني والثالث. نحول الجمل الفعلية إلى جمل إسمية كما في المثال: تفتحت الورود. تفتحت الورود هذه جملة فعلية لأنها بدأت بفعل ماض. سوف نحول هذه الجملة الفعلية إلى جمل إسمية. عندما نحول هذه الجملة إلى جملة إسمية نقول: الورود متفتحة. تصبح جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، الورود متفتحة. حلقت الطائرة أيضا هذه جملة فعلية بدأت بفعل ماض حلقت. عندما نحولها إلى جملة إسمية تصبح: الطائرة محلقة. هي جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، الطائرة مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، ومحلقة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. الجملة الثالثة: استيقظ صالح. هذه جملة فعلية بدأت بفعل ماض، استيقظ صالحا. عندما نحول هذه الجملة إلى جملة إسمية تصبح: صالح مستيقظ. انشرح الصدر، أيضا هذه جملة فعلية بدأت بفعل ماض. سوف نحول هذه الجملة الفعلية إلى جملة إسمية تصبح: الصدر منشرحة. جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر. استسلم العدو، أيضا هذه جملة فعلية بدأت بفعل ماض. استسلم العدو تصبح: العدو مستسلم. جملة إسمية مكونة من مبتدأ